Panorama 24/7. إيش الأخبار؟ دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد 29 من شهر ذي القعدة لعام 1444 هجري. متواصلين معكم مستمعين بهدى وهن من بانوراما، وحنتوقف مع حفلات التخرج اللي يعني اليوم كنا عم نحكي عن الامتحانات. في بيوت كتير فيها امتحانات، وبنفس الوقت في طلاب كمان تخرجت وفي حفلات تخرج. هيدي الحفلات تقريبا صارت كأنها حفلات رسمية، صارت عم تنعمل يعني كتير كبيرة ومكلفة. اليوم بدنا نتوقف مع أثرها الاجتماعي على الأهل، وأيضا أثرها التربوي على الطفل بشكل عام. خليني رحب بضيفتنا الدكتورة هبة بنت محمد الوهيبي، المستشارة الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة. أهلا وسهلا أستاذة هدى، حياك الله. يسعد نهارك. شو ممكن تحكي لنا عن حفلات التخرج اللي يعني صرنا كأنه حسينا صارت شيء رسمي، شيء كتير كبير، ما عم ينعمل بطريقة كتير صغيرة، عم تكون يمكن مكلفة صحيح كتير على الأهل. قديه إلى تأثير اجتماعي على الأهل، وقديه إلى تأثير تربوي على الطالب بشكل عام؟ طيب، يعني حفلات التخرج موجودة من سنوات كثيرة وطويلة، وحقيقة هي لها معاني تربوية وأثار تربوية جدا جميلة على الخريج، ومكافأته على فترة السنة اللي مرت والمجهود اللي بذله. مع الأسف الفترة الماضية احنا وجدنا انه الفكر الأساسي او الهدف الأساسي من حفلات التخرج فقد، أصبحت مثلها مثل كثير من المظاهر متكلفة وفقدت الهدف منها، فقدت معانيها، أصبحت عبء أكثر منها فرحة. حفلات التخرج زمان يعني إحنا كانت مقتصرة على مثلا المرحلة الثانوية، الجامعة، روب التخرج اللي كان له يرمز وله رمز مره كبير، انه متى يلبس واحد روب التخرج، متى اشوف، يعني كانت الام تدعي متى اشوفك لابس روب التخرج او متى اشوفك متخرج. الان اصبحت يعني العبايه راحت قيمتها، تشوفي الاطفال اللي طوله نص متر، اقل من نص متر، لابس لك عبايه تخرج وقاعد يمشي ويحتفلوا فيه. فهذا مع الاسف الشديد احنا قاعدين نسوي. معلش دكتوره، انا بعدني عم يعني ما صادفت فيه، هلأ عم بيصير احتفالات حتى للولاد الصغار، يعني للكيجي الآن بيسوونهم حفلات داخل المدرسة، ولكن خارج المدرسة نعم. لا خارج بعض المدارس مع الأسف الشديد بتسويها في قاعات احتفالات، بتكبرها فعلا. إذا في مسرح في المدرسة خصوصا في البرايفت سكول أكثر منها، لكن إلى الآن أعتقد أن المدارس مثلا الحكومية لا زالت مسيطرة على الرفاهية اللي قاعدة تصير في حفلات التخرج. وأنا أشوف أنه هذا مرة مناسب، لأنه لما أنا الطفل عندي، أول غير التكلفة المادية، لما يكون عندي طفلين ثلاثة أنا ممكن أحط أقل شيء ممكن أحط 300-400 ريال على الطفل الواحد. في ظل الظروف والتزامات الحياة اللي قاعدين نمر فيها الآن والتكلفة اللي إحنا قاعدين نشوفها، ما عاد هي سهلة على الأهل زي أول. أصبح الأهل يشوفونها شيء مرة ثقيل عليهم، مش حاسين بفرحة تخرج ولدهم أو بنتهم كيف ما هم شايلين التكلفة المادية اللي راح تجي من وراء حفلات تخرج. وإحنا لنا دور، هي مو دور المدرسة فقط، حتى الأهل لهم دور في أنه المعنى هذا قاعد يتحرف وقاعد يفقد معناه، أنه هدفه الأساسي. لأنه تلقي مثلا يعني مع الأسف الشديد الأطفال ما أصبحوا فقط يعني راضين أنهم يحضروا حفلة في المدرسة، لا، أنا كأم وكأب ملزوم أني أنا أدخل باقة ورد مثلا، بالذات في مجتمع السيدات والبنات. صحيح. أدخل بهدية، لا، وبعد الهدية لازم نطلع نروح مطعم ويجي القرصونات يصفقوا لك ويغنوا لك. صحيح. كثير كثير، مش هوني بس كثير. دكتورة يعني في شغلة كمان كثير مهمة، أنا ليه استغربت للولاد صغار، أنا بعرف أنه إذا طلعوا من الثانوية عم يعملوا حفلات التخرج والتخرج من الجامعة، ولكن أنت لما أنا بنتي هديك اليوم تخرج المدرسة، يعني خلصت مدرسة ومنتقلة للجامعة، طيب عاملين حفلة، نحن مينيموم إذا بدي روح أنا وإخواتها وبيها نحضر الحفلة تقريبا بحدود 400 درهم على الشخص. صحيح. لازم تروح العائلة كلها،
مثل ما حضرتك صحيح. قلتي لازم تدخلي بهدية، لازم تدخلي ورد، لأنه قدام رفقاتها وقدام صحباتها بدك تعملي. ففعلا نعم يعني فاللي عنده أكتر من ولد وأكتر من يعني بيكون الوضع كتير مكلف ومرهق. نعم صحيح. غير انه احنا بنأذي الطفل بشعوره بالاستحقاق. يعني احنا قاعدين، يعني الحفله هذه اللي قاعده تحصل بيمشي مسيره التخرج اللي بالمراحل المختلفه، ارجع اقول انها اصبحت في جميع المراحل، نعم الكيجي، الابتدائي، المتوسط والثانويه والى الجامعه. خلي الجامعه هذول وضعهم مختلف، يعني انجزوا تخرجوا وحصلوا على شهاده بكالوريوس مثلا او دبلومه. لكن لما انا طفلي مثلا يكون طول السنه ما ادى اكاديميا بالشكل المطلوب نعم وكان تعبني طول السنه، وبعض ممكن الطفل ما يكون اجتاز كل المواد وماخذ معاه مواد في الصيف راح يذاكر ويختبر، ومع نعم هذا هو يحضر الحفله نعم واجيب له هديه ويكون مثله مثل زميله اللي طول السنه بيذاكر. نعم ايش الرساله التربويه اللي انا جالسه ارسلها للطفل؟ ما انا نعم حاعاني معاه اكثر، طبعا لانه هو اخذ شيء ما استحقه وخذ مكافاه على شيء لم ينجزه خلال السنه، وهذا غلطتي انا كتربوي وغلطتي انا كأم، انه الاطفال انه الحفلات هذه اللي تقام لازم يكون فيها تميز للناس اللي اجتهدوا خلال السنه، ولازم يكون فيها تميز للطفل نفسه بما يتناسب مع مجهوده. ما اكون انا طفلي طول السنه تعبني ومستواه سيء ومعدي يا دوب مقبول واذا ما عدى كمان ولا واحتفل فيه. نعم عادي السنه الجايه حيكون أسوأ مما قبل، والأمهات كثير يشتكون وإحنا السبب في هذه الشكوى. طبعا. طيب دكتورة شو الحلول؟ يعني مثل ما عم نشوف كل سنة عن سنة عم تكبر عم بتزيد القصة، شو الحلول حتى تكون ضمن نطاق معقول؟ أول شيء لعله في بعض المواقف أو بعض الظواهر ما تحل بأداء أشخاص، أعتقد المفروض يكون في توجه عام للحد من مظاهر البذخ إذا تكلمنا عن الحفلات داخل المدرسة. لكن لو تكلمنا عن الأسرة، لازم الأسرة لا تخضع لتأثير المجتمع من حولها والمجتمعات من حولها، تأثير السوشيال ميديا من حولها. الأم ترى في كثير من الأحيان إحنا نسوي هالأشياء لأنه والله ابن خالته ابن عمه ابن جيراننا كلهم راحوا وصوروا بسناب والسوشيال ميديا ومصورين، لا ابني ما يكون أقل، أنا ماني أقل من غيري، لازم أروح أصور. إحنا قاعدين نسوي، لكن لو قناعاتنا الشخصية في الغالب إحنا مو مقتنعين فيها. لكن مع الأسف لأنه أصبحنا نشعر بضغط المجتمع علينا إنه إحنا لازم نمشي مع التيار، هذا اللي يخلينا نمشي معهم ونسوي شيء حتى مرضين. لازم نقف مع أنفسنا، هل أنا هذا الشيء قاعد يفيد ابني ولا مو قاعد يفيده؟ قاعد يفيد أسرتي ولا مو قاعد يفيدها؟ طيب أنا ممكن أحضر الاحتفال في المدرسة، طب وين الحد اللي لازم كل أسرة تضعه لها والقوانينها والأولادها؟ أنا حدي أني أنا يا ابني مثلا تحضر مع أصحابك في المدرسة انتهى، ما يحتاج أني أنا أكمل ما بعد ذلك. في أمهات مع الأسف الشديد لا يحتفلوا في المدرسة وبعدين يتفقوا بجروب أمهات ويروحوا يحتفلوا مرة ثانية في أماكن برايفت. نعم أكيد قبل أن نتصرف أي تصرف تجاه أبنائنا فيما يتعلق بأي مظاهر زائدة أو ترفية، لازم أفكر إيش أثرها البعيد على ابني وأنا إيش قاعدة أحقق له. في الآن الأطفال اللي بكي على قولتك يعني اللي بكيجي، أنا عندي بنتي بكيجي طالعة تقول لي لا أنا تخرجت خلاص ما يحتاج أدرس، فأنا هذا المسج يعني السنة الجاية الطفل اللي بكيجي وحاضر حفل التخرج لما أجي أنا أبدأ معاه أول السنة راح أواجه صعوبة في تأقلمه مثل ما كان أول ما دخل المدرسة، لأني أنا شعرته أن أنت انتهيت. نعم. أعطيته شعور أن أنت خلصت. نعم. وهذا نفس الشيء بالذات انه حفلات التخرج قاعده تحصل حتى قبل نهايه العام الدراسي. صحيح. يعني في ناس حصلت تخرجهم ولسه بيختبروا، برضو الطفل قاعد يشعر او المراهق انه خلاص طب انا تخرجت انا ليش قاعده اذاكر، حماسه للدراسه قاعد يقل. فلازم انا كأم وكأب وكولي امر اني انا اراجع واختار الانسب لاسرتي ولا احاول قدر الامكان انه العالم المحيط فيه ما ياثر على قراراتي. نعم شكرا جزيلا لك دكتورة هبة على وجودك معنا اليوم، يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية. شكرا عزيزتي، حياك الله.